دكتورة ضروري إنها تكمل علاجها، بنتي مالها منيحة لساتها مريضة. هداك الواطي بلش يلعب عليها من أول وجديد، أنا خايفة يرجع يسيطر عليها مثل قبل. مدام بهار اسمعي، أنا فهمانة ومقدرة قلقك، بس ما فيني عالج إلا بالقوة. لما مسكتهن المرة الماضية أمه قالت لي بوشي وبكل صراحة أنه شوفت قال له رح أضرنا ما رح أضرهم. ليكي أنا صرت أفهم على هدول العالم، كل خطوة بيعملوها بيكونوا مخططين لها. يعني حتى طلاقوا لهذا زلمة كان مخطط له، أنا متأكدة رح يلعبوا على بنتي من جديد، رح يلعبوا بمشاعرها. أنا بعرف أنه بنتي مريضة وهو عم بيخليها تمرض أكتر وأكتر، وعم يستغل مشاعرها اللي فكرتهم حب ضده. ليكي أنا بعرف منيح إنك بلشتي تفكريني إنه أنا عم شك بكل شو عم أتوهم، بس الحقيقة حتى أنتي ما بتعرفي شو عشنا من شهور من ورا هالناس. إلكر خلينا ما نلتقى قبل الجلسة، أنا بحبك كتير بس ما فيني كفي هيك. تقبلي تتزوجيني؟